الله من وين هلا. انت؟ من وين؟ من سوريا. من سوريا. انزين، 100,000 دينار يسمع 100,000 دينار اعتقد. لا تروحين تخلينا يتزوج واحدة ثانية صح؟ خليه يتزوج بروح، انا بخطب له كمان. مشكورة. عطني عبير، عطني عبير. عبير مساء الخير. مساء النور، كيف الحال؟ شلونك عبير؟ خير الله يسلمك، الحمد لله. طفي الراديو ان شاء الله. طفينا الراديو. اللي بيطلع هواء يطفي الراديو عشان يرتاح معي. عبير، 100,000 دينار، 100,000 دينار تسمحين زوجك يتزوج واحدة ثانية ولا لا؟ اسمحت لي يتزوج واحدة ثانية. ما فهمت صوتك قاعد يقطع. عطني ام احمد. ام احمد اللي بعده. ام احمد، ام احمد شلونك؟ هلا والله. ام احمد، زوجك يدفع لك 100,000 دينار تخليني يتزوج واحدة ثانية ولا لا؟ ايوه، يجيب لها هدية واسوي لها عرس بعد. قلبي والله مشكور. عطني حنان. حنان، حنان مرحبا. حنان احرار. نعم. قوة شلونك؟ قوتين الحمد لله. احرار ما راح تهدي الرأي لك اصلا من الاسم. على اذبحها. يعني ما تبين 100,000 دينار؟ لا، ابي 100,000 دينار وراح اذبحها بالزواج. كذي وكذي. اوكي، يعني اوكي، مذبوح مذبوح، مشكورة. عطني مريم. مريم، مريم قوة. حنان. طوف طوف طوف. الو مرحبا. ام حمني. هلا والله. شلونك؟ يسلمك ام حمني. ابو حمني اعطاك 100,000 دينار قال لك واللي سلمت بتزوج واحدة ثانية. والله على روح ودربك خضار. حلوة. 100,000. 100,000 ها؟ ما تتعوض من صدقك. لا زين، شو تسوي في 100,000 ما دام انت تقولي لا روح ودربك خضر؟ اقول له روح دربك خضر وانا اطق واسافر هيك. عليك بالعافية. عطني ام مبارك. ام مبارك مرحبا. مرحبتين. شلونك؟ الحمد لله بخير. ام مبارك، 100,000 دينار تخليه ام مبارك ياخذ واحدة ثانية ولا لا؟ من غير 100,000 ياخذ سنتين. من غيرهم مشكلة. المهم روح. ها عذاري. عطني عذاري. عذاري مرحبا. مرحبتين. يا هلا، شو اخبارك؟ الحمد لله تمام. ريلك، ريلك عطاك 100,000 دينار قال لك خليني اتزوج واحدة ثانية، تسمحين لي؟ طبعا لا. اوكي. الفلوس الفلوس تتعوض، بس عشرة العيش والملح ما تتعوض. هو يقول لك بتزوج واحدة ثانية، اي عشرة عيش وملح؟ الله يهداك. لا لا ما في. لا لا ما في. ماكو ها؟ ما في. طبقين عليه الخطة، مخنوق وميت ميت عندي في البيت، عدل؟ ايوه بالضبط. برافو عليك يا عذاري، مشكورة. عطني مريم. مريم مساء الخير. مريم. سارة. ام فهد. ام محمد. ام احمد. والله حريم، ايش كثرهم. من اللي معي على الخط؟ عطني الخط اللي بعده. الو مرحبا، من معي؟ مريم ولا ساره؟ مريم. مريم. مريم شلونك؟ مرحبا. شو اخبارك؟ شو عامله؟ تمام ماشي الحال. ليك انا جوز يعطيني 10,000 دينار يتزوج وحدي وبروح برقص له بعرسه كمان. برضه يعني هاي بدل الخصم يعني. مشكور. بعمل له خصم. ساره. الو ساره. قوه ساره. لا مو سارة، ناهد. اوه ناهد، وين طلعت؟ لحظة هذا اسم جديد دش علينا عرض. لحظة ناهد شلونك؟ بخير، عساك بخير. شنو هاللي غرد عندك في البيت؟ بيوت حب، طيور حب. اي بلا. اي عدل. اي طيور حب و100,000 وزوجك يقول لك خليني اتزوج. ما اعتقد على طيور حب يعني. لا ما اعتقد. لا عدل، من طيور حب؟ نعم. ليش ما تخلينا؟ لا على قولتهم تتعوض، بس هو ما يتعوض. الله، شفت طيور الحب فادت الهدية هذه. من اللي شاري طيور الحب، انتي ولا هو؟ لا هو قص عليك، شفتي؟ عشان ما تخليني يروح. الله يوفقكم ان شاء الله. تسلم. الله يهنيك. مرحبا، من معي اللي بعده؟ روان. روان قوة. اهلين. شلونك روان؟ تمام الحمد لله. حياك الله في ديوانية الياقوت الانصاري، نطمح لعدم التفرقة بين الطرفين. روان، إيه زوجك قال لك اعطيك 100,000 تخلينا يتزوج واحده ثانيه ولا لا؟ طبعا لا. بس مشكوره، جزاك الله خير، شكرا للتصويت. عطني عبير. عبير. عبير مرحبا. مرحبتين. هلا والله. حياك الله في ديوانيه الياقوت الانصاري، نطمح للتفرقه بين الزوجين. عبير، 100,000 دينار تخلين زوجك يتزوج واحده ثانيه ولا لا؟
اي نعم اعطي مهر وارقص بعرسه وفوقهم شهاده خلع. ايش فيك بعد شهاده خلع بعد ما... هذا باكج كامل معطيته. عطني عطني فاطمه. فاطمه مرحبا. فاطمه يا معك ساره معلقني. اه ساره شلونك؟ هلا والله. شو اخبارك؟ طيبه الحمد لله. ساره زوجك عطاك 100,000 دينار قالك خليني اتزوج واحده ثانيه، شو تقولي له؟ يعطيني اياهم اتجدد فيهم حقه وما يتزوج. ليش؟ لحظه تاخذين الفلوس شو تسوين فيها؟ نتجدد نتعدل نسافر نسافر نرجع. قصين عليه يعني. قصين عليه يعني تاخذين الفلوس. هذا هو يم هذا هو يمك. اول شيء قاعد اقول له عادي روح تزوج الحين. قول له لا. اعطيني اعطيني يا ساره اعطيني تفضل. الو شلون بغيت اقول ساره ريل ساره شلونك؟ والله بخير طول عمرك. من معاي من معاي محمد القطان وياك وجاسم الياقوت وياك. شو اخبارك؟ بخير طول عمرك. من غير 100,000 تاخذ واحده ثانيه ما تسمعنا ترى الحين مو ساكر. والله اخذ عليها ثنتين مو واحده. لا تنزلوا مشاكل. لا تنزلك من السياره ابو جاسم بس. مشكور. تقربت تقربت. ام عبد الله مرحبا. ام عبد الله الو مرحبتين. هلا والله. هلا ام عبد الله بخير الله يسلمك. ام عبد الله باكر 14 فبراير يجيك زوجك يقول لك هات 100,000 دينار تستانسين وحالتك حاله فجاه يقول لك تخليني اتزوج واحده ثانيه. شوف انا ما راح استانس ولا راح اخلي لاح ولا راح اخليه يتزوج لاني انا قاطع عليه فوق ال 100,000. فانت تبينها فلوسك هذه اصلا. ابيها لا وزوج بعد لا صراحه. شارين بيت وحالتي حاله وقاطع عليه فوق ال 100,000 يعني لازم يرد لي يمكن دبلات مو بس 100,000. لا وشارين البيت ويبي يسكنها في البيت بعد. ها والله عين قويه. لا لا حدها بعد اعطيه. لا لا ما 100,000 يعطي اي نص مليون ما يخالف تنازل. لحظه نص مليون ترضين بس 100,000 اي ارضى على الاقل. على الاقل اعوض شوي على اللي خسرته. اي شنو تشتري بيت ثاني بنص مليون؟ لا ما اشتري فيه. ها اتزوج وحره واعطيه الفلوس. مشكوره. اعطني مناصر. اعطني مناصر. مناصر قوه. هلا والله شلونك؟ هلا فيك. هلا والله مناصر. ياك باكر فالنتاين وقال ايش تفضلي هذه جنطه 100,000 دينار كاش نوط ينطح نوط ويقول لك خليني اتزوج واحده ثانيه. شوف شوف اللي أقول. شوف والله صار لي فترة أحن علي سدد لي قرضي 30,000. قلت له باكر عيد الحب سدد لي قرضي. الحين جت من الله خلاص سدد قرضي ليتزوج عليه بالعافية. صار عندي 70,000 فرق زين. إيه 70,000 عادي أروح استانس فيهم عليه بالعافية. مشكورة. أعطني أم يوسف. أم يوسف مرحبا. أم يوسف منال سلا شلونك؟ الله يسلمك. حياك الله في دوانية الياقوت الأنصاري. نطمح إن نخليكم تعيشون حياة سعيدة أبدا. أشكرك أشكرك. من اللي قاعد يطق رنات فيك بالشارع متهاوش؟ لا 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 مو أنا. لا لا اللي برا. والله أي شارع أي شارع أنت منال الحين؟ إحنا الحين بالسالمية. هرنات أحد معرس؟ صار. وين تشتغلين بالسالمية حايسة في الشارع الحين؟ لا لا أنا حاليا ما أشتغل. أنا مع ريلي راح نجيب لها. الله وهو يمك؟ يمي. منال 100,000 يجيبها لك باكر يوم فالنتاين جنطة كذي يحلوها أنواط. خل أقول لك شوف هو سميك طلال. طلال أنا راضية اتزوج علي أخذ 100,000 بس أنا عندي شرط. شنو شرطك؟ من أول يوم تملك فيه عيالك الأربعة وياك. عطنيه 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 عطنيه. لا لا السمي. السمي شلونك؟ هلا والله. زين لحظة بتعطيك 100,000 وتتزوج واحدة ثانية ياخذ اليهال. عطني اياهم أنا ساعدك. لا 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 خلي اليهال عندها يا معود. تبي تروح هانيمون بروحك يعني؟ لا ولا هانيمون ولا شيء بس افتك اقعد بروحي عزابي. ما تبي تتزوج بعد؟ لا لا وين بس تبي الفلوس. ما ابي فلوس ولا ابي زواج ولا ابي شيء. لا تنزلك من السيارة يا معود. لا ما تنزلني وين تنزلني. الله يحفظك السمي. الله يسلمك. حياك الله. هلا هلا والله. فاطمه قوه. الو قوه فاطمه شلونك؟ وعليكم السلام. هلا والله قوه. مرحبا شلونك فاطمه؟ زوجك جاب لك 100,000 دينار قالت خليني اتزوج. لا انا ابي 200,000 200,000 وخلي يروح الله معه. 200,000 وفما الله بعد انا عايشه معاش كثر اخذ 100,000 ليش ان شاء الله؟ ليش كم سنه عايشين مع بعض انتم؟ 10 سنين. بس 10 سنين ب100,000 كل سنة ب10,000 زين. حالتي حالة جسمي اخترب وحالتي حالة الحمد لله. 200,000 هايل. 200,000 زين عمليات تجميل تردين كما كنت. زين زين. لا ما بعمليات تجميل أنا ما أحب عمليات تجميل. بس يعطيني 200,000 تعويض. بس 200,000 زين عدل؟
تعود نفسي. تعود نفسي ليش؟ واش عندكم في البيت؟ لا تعود نفسي تزوج بعد شنو؟ اي صح 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 بتعذبين نفسي. والله قلبي. اي والله. طبعا. انزين عطني مريم. مريم مساء الخير. الو السلام عليكم. مريم شلونك؟ هلا والله هلا. حياك الله في نبض الكويت ديوانية لياقوت الأنصاري، نحن نحبكم وندافع عنكم ونبي لكم السعادة، نبي لكم السعادة يعني. اي 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 نبي احنا بعد نبي. اي هم تبون ادري. زين مريم سؤال، ريلك جاب لك 100 ألف دينار وقال لك تفضلي يا حبيبتي يا مريم وخليني اتزوج واحدة ثانية، ايش قلتي؟ ها؟ اقول له روح والقلب داعي لك. كم سنة صار لكم متزوجين انتوا؟ سبعة. سبعة بس ما تحملتي على طول؟ بس خلاص كافي، هو المفروض يجددون العقد. لا ما تبي تجددين انت ادري ها؟ ما بجدد، خيروح عشان يعرف ان الله حق. انتقام. بس انا طماعة، شنو 100 ألف؟ اه تبين زيادة؟ المفروض اكثر. ايه زيادة يمكن ما يفج، يبي قاعد يكمل وياك. لا 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 روح أعطني 100 ألف وأكثر وزود وروح. روح عدى وراء الشجر. إي والله. مشكور. روح للجمر. أعطني معبدالله قوة. هلا معبدالله شلونك؟ أول عمرك حبيبي أنت طلال ياقوت يا ري. هلا 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 بالجارة شلونك؟ لا يعطي مليون ما هده. عفية عبد الله. مليانين هذول مليانين الحريم. اي عفية ام عبد الله. ما يتعوض. ما يتعوض ابو عبد الله ها؟ 30 سنة. اي ما شاء الله. عفا عليك يا حبيبي يا طلال، ولدي انت ولدي. حبيبتي الله يحفظك خالص ام عبد الله. يارتك يارتك عطني مليون. شنو يارتي؟ تبي ال 100 ألف مني الحين؟ ها؟ شنو هذا نوع المسابقة؟ ما فهمت. عطني ام سليمان، ام سليمان قوة. يعطيك العافية. شلونك؟ هلا والله ابو سليمان. أول شيء اول شيء يبقى اللي التاجر المخدرات يعطينا عفو اميري عدل. فوق 20 سنة يبقى عفو اميري. 20 سنة تبين عفو؟ اعطيه 24 اعطيه فك بعد ما اعطيه الموافقة ويروح خصم لبلاك فرايدي. وحملة عصام مريح على الناس الجابية والله. مسويت له باكج ام سليمان انت. انا في احد بياخذ علي. زين جزاك الله خير، صرتي خطابه حق ام سليمان. نخوش. مشكوره. عطني ام فهد. ام فهد مساء الخير. هلا والله. شلونك؟ حياك الله في ديوانيه لياقوت الانصاري. الله يحييك. نوزع فلوس اليوم علشان راحتك وراحت ريلك. هو الحين الفلوس منكم ولا منه؟ لا الفلوس مني. نعرف. لا مني انا منك؟ اي احنا نتبرع علشان راحتكم. هل انت تبين ال 100 ألف؟ واضح. ها واضح. بس شنو يقول لي؟ اوكي ما لازم تعطينا نسبه. لا 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 ما تعطينا شيء. مو هذا هو، انت لازم تسوي لكم عقد. انزين وبعدين لحظه 100 ألف ترى شويه يعني، وعلى حسب سنوات الخدمه لازم. طمعتي. يعني اللي يعني متزوجه 10 سنين غير 20 سنه غير 30 سنه، ايش 100 ألف ما تسوي شيء؟ كم سنه طال عمرك انت؟ انا في 15 كملت. يحق لك تقاعد مبكر ترى بعد على فكره. مبكر نهايه خدمه تعويض ويعني وتبي بونص والقيمه المضافه مثلا يعني 100 ألف. زين لحظه إذا أهو بيعطيش 100 ألف ويقول لك خليني أتزوج يا أم فهد، ها؟ لا نقلت شوية بقول له أوكي. يعني الفكرة لازم، الفكرة هي لازم تقدير سنوات الخبرة. بس الفكرة أنت قابلتها، بس هي المبلغ نقاشك على المبلغ. تدري يا المال عديل الروح. الله يعينك. 15 سنة كرف وشغل وهذا بس قاعد في البيت ينطر لك العدل. تخيل إذا راحت الحين بأول مشكورة بعد. عطني مريم. مريم مساء الخير. مريم أم يوسف أم نور. أهلا ومرحبا. شلونك أم نور؟ خير بطول عمرك. أبو نور قال لك هاج 100 ألف دينار باكر يعني فالنتاين يعني عناد على هاليوم، ويقول لك خليني أتزوج واحدة ثانية. بس بشرط. شنو؟ انا اختارها. اوه ايه. لحظه تعالي ام نور لحظه. اول شيء قولي لي اي قاره بتختارينها منها؟ من افريقيا بتبي؟ بالضبط. من اثيوبيا بتعرفينها؟ بالضبط. واحلى
احلى وشرط احلى وحده. اي ما يخالف ترى جميلات المثيوبه ديري بالك. لا بس انا وين ما راح اروح هناك انت جميلات. ها وين تروحين حولي؟ مشكوره مشكوره على السلامه. عطني مريم. مريم مساء الخير. السلام. قوة عليكم السلام، شلونك؟ الحمد لله تمام. شكلك توك متزوجه سنه سنتين، ليش تبين 100,000؟ والله العظيم ما لحقت. صراحه انا معني مو طمعانه 10,000 في الباقي حد واكد عليه. ادري مبين لان صار زواج سنه سنتين مبين. خصم عندك. عندك خصم على المده عادي. كم سنه متزوجه صدق؟ كم سنه؟ 3 سنين. 3 مبين متنازله 10,000 بدل 100. مشكوره مشكوره مع السلامه. عطني ساره. ساره مساء الخير. ساره نوف. اي نوف وياك. نوف شلونك؟ الحمد لله. سلمك. شو اخبارك؟ طيبه ان شاء الله؟ والله بخير. طلال. لحظه. اي طلال. لحظه. ها في شغله اللي 6 سنين و7 سنين 10 سنين يبون اكثر من 200,000 اعلان. ايش اقول؟ انت لحظه كم سنه؟ انا صار لي 27 سنه. لا طال عمرك انت لازم نعطيك من نصيب، نعطيك من نصيب النفط في دولة الكويت. اي لا لا كذي اصدق، غير كذي ما اقدر. فاضي يعني 27 سنه من عمري راحت. يعني انت راضيه بس المهم المبلغ يعني. لا 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 تبي الصدق؟ والله والله صراحه انا اصدق انه يعطيني 200,000 بس ما اصدق انه هو يتزوج عليك. اه اوكي زين والله الثقه. أي. الثقه حلوه يعني خصوصا عقب هالسنين هذه كلها. وايد خلاص 27 سنه مش وقف الحيل المسكين بس خلاص. مرمرتي. الله يحفظكم ان شاء الله. الله يسلمك. عطني مريم. مريم مساء الخير. مريم مساء النور، شلونك؟ الحمد لله تمام. حياك الله في ديوانيه لياقوت الانصاري، نطمح من اجل وحده الشعب. طبعا احنا اليوم نقول لك سؤال باكر يوم فالنتاين، زوجك دش عليك وقال لك هذه 100,000 دينار كاش مو تشيك عشان تقولين والله غاشني، كاش. ويقول لك خليني اتزوج واحده ثانيه. تمام ترضين؟ انا ما عندي مانع، عندي شرط. مفكره مبين. ايه خال ايه شنو شرطك؟ ما عندي مانع، عندي شرط بس انا اكون يعني هي تكون الثانيه، انا الاولى. اوكي انت الاولى اخذ ال 100. اي 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 وهي الثانيه يعني ما يطلقني. لا ما يطلقك. ما يطلقني. انت خايفه من الطلاق؟ لا 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 انا اخذ ال 100,000 من هني. ايه وابشر اذا بقعدت فيها يومين مني ايش بتسوين فيه الفلوس؟ ما ادري اسوي ذيك الساعه هذه. وش خلاص زين شعوذه ادري مبين. زين اعطني ام خالد. ام خالد مساء الخير. مساء النور. هلا والله اخوي. حياك الله. حياك الله ام خالد. ياك ابو خالد باكر ها. أي. وقال لك يا ام خالد يا عوينتي تفضلي هذه جنطه 100,000 دينار كاش، ودي اتزوج واحده ثانيه، شو تقولين؟ طلقني وعليك ب60,000 عافية. إنزين واخذ واحد ثاني. 100,000 100,000 100,000 تبينها ولا ما تبينها؟ أخذها أنا؟ أبيها. أبيها. آه زين إنزين. إيه يطلقني ويسنا العقوبها بالفالنتاين يين الزوج الثاني. لحظة لحظة شو ما أخذتها دورية؟ الله طول بعمرك. مشكورة مع السلامة. عطني اخر اتصال ناخذ بريك. دعاء. دعاء مرحبا. هلا والله. شلونك دعاء؟ شو اخبارك؟ والله هلا باللي واقف معانا. هلا والله. اي افا عليك صراحه. افضحهم صراحة. افضحهم لكم انا، افضحهم لكم انا اليوم. اقول لك والله يعني ما قصر، ادعي لك ليل ونهار انا. بس انا عندي يعني شوف ادعي لك مو ادعي عليك. ها ادعي لك مو ادعي عليك. عدل ادعي لك بكل صراحه. ايش والحمد لله. ايه يا ولد الياقوت انت. زين قولي. ايه قولي. شوف أيه؟ انا اخذهم. ايه اخذهم واقول له عليك بالف عافيه، وانا يبقى انا اروح اخطبها لك عافيه. ايه واروح اقعد معاها واقعد مع اهلها. عدل. ها ايه وبس لي من الجود. ايه طبعا انا اخذ ال 100,000 اول. انا من نفسي. ايه اول شيء الفلوس. ايه طبعا. أيه. طبعا. أيه. انا اخذ ال 100,000 اول، تعال اقعد مع البنت واقول لها عن حياتها او سلبياتها كلها. ايه زين. أيه. طبعا شوف ما في ما راح تحب البخيل. وهو بخيل. زين ايش اخر هذا واحد؟ ايه وايد. ايه الصراحه يعني ما تقدر تنامي بالبيت. لدرجه اني انا مره صرخت صراخ الدنيا بذمتك وهو واقعد. لا والله صدق. يمكن والله العظيم يمكن الشارع اللي وراني سمعني
خضيه دعاء خضيه يمكن والله ماكو فايده خي خضيه يبصي خلاص اكمل لك قولي انزين ايه؟ انا اخذهم واقعد مع المره ويملكون كل شيء تعال اقول لها ترى واحد اثنين ثلاث اكيد بتطلب الطلاق اهو صرف من المره وانا ربحت الفلوس صح انت فلستي من المره الثانيه واخذتي مني الفلوس والله انت ذكيه ما شاء الله عليك برافو عليك يا درع الله يوفقك حياك الله مشكوره راح ناخذ بريك يا جماعه وراح ارد لكم على سؤال اليوم للنساء فقط 100,000 دينار من زوجك ترضين انه ياخذ عليك زوجه ثانيه ولا لا بريك بسيط بس وردي لكم خلكم معنا رقم تليفون 222-16-38 الوزارات الحين طلعوا الحريم اي هذول الحريم النبي هم صح عليك وانت تسمع الثلاث ثمانيات نبض ريايل احنا اذا بتزوج طلع طلع فلوس فجأة مرة واحد يصير عنده مشاريع لا تخاف علينا ربعنا الاسبانيين ترى ماكو يحفرون الارض يمين شمال يجيب الفلوس يجيب الفلوس نطلع يطلع الفلوس اي مان والله مو هينين احنا الله العظيم نبدي ناخذ اتصالات ولا لا اشوف عطني جاهز جاهز يلا 1 2 3 أول واحدة أم يزن يلا 2 2 2 16 3 8 الاتصالات إذا زوجك يعطيك 100,000 و... ألو هلا أم يزن شلونك؟ أهلين أهلا وسهلا فيكم كيف الأخبار؟ أم يزن هذا الاسم غريب شنو يعني يزن؟ يزن ابني اسمه يزن يعني شو بيعني يعني شنو تفسير الكلمة تفسير الاسم تفسير الهيدي الشغلي لأنه أسامة طلع هو المترجم مالي ما أفهم بعرفني جوزي سمى الاسم يعني الحين انت مسميه ولدك ما تعرفين ايش معناته اسمه بعد هو اللي سمى شو بعرفني يلا حلوه يلا يزن انا والله على بالي ميز راح اسال باخذ بعد ما اخذ ال 100,000 لحظه يا داش على طمع يعني انت تبين ال 100,000 راضيه ها اي طبعا شوف وكمان انا بختم له تنتين واحده شو اسمه الشغال اللي عنا هنديه صار له تقريبا شي 25 سنه والثانيه تخيل مين واحدة مريضة شفتها قبل فترة سفروها عند جرب اوكي هاي كمان بعطيها اي تنتين ومع السلامة كمان بدي اعرف اسم يزن من يعني اول شيء سألي اسم يزن اخذ 100,000 وخلي وقع على شهادة الوفاة وخلصنا عطني ام سلمان ام سلمان قوة شلونك ام سلمان خلود اللي بعده خلود الو هلا من معي شو اسمك خلود شلونك الحمد لله تمام انت اخبارك الله يخليك انت من مصر او مصريه 100,000 دينار كم مصري لا خلي بص كتير مش هعرف اعد انا هقول يا سيدي 100,000 مصري حلو كده بس انت سؤالك جالي على الوتر صراحه ازاي مصاريف المأذون علي انا هدفع المأذون صدق على طول وسهره أيوه. عسل عليا كل... وهدية بس يعملها ونفتك بس اهم حاجه بس يروح ايوه يشوف حاله انا راضيه يديني ال 100,000 جنيهات انا راضيه تاخديها بالمصري مصري انا عايزه مصري مش دعوه بالكويتي خليني بالمصري بس انا يعملها بس مشكوره يا خلود عطني ام ساره قوه ام ساره هلا والله يا هلا شلونك والله تمام الحمد لله اخبارك كل عام وانت بخير وانت بخير حسنا ابو ساره يا تباكر وقال لك هذه 100,000 دينار كاش خليني اتزوج واحده ثانيه يا ام ساره أنا أقول ما أبي إني أبي تذاكر كتزان يا سارة وأبي عمري مرة ثانية شنو تبين؟ شنو؟ تذكرة كتزان يا سارة بس تذكرة شنو؟ كتزانيا تنزانيا؟ أيوة بتدزينا هناك؟ أيوة أوكي جزاك الله خير عطني أم خالد مرحبا شويك؟ أم خالد أم عيسى من معي؟ أيوة. هلا والله أنا أم عيسى شلونك؟ الحمد لله لحظه بخير. لحظه معيسه كم مره اقول لك لا تداحرني وانا على الهواء اي زوجتك طلعت على الهواء انا شكو ايه ما تبيك تبي توديك تنزانيا انا ايش علي معيسه شلونك شو اخبارك الحمد لله بخير حياك الله في ديوانيه الياقوت الانصاري نهدف ل... ل... لزرع بذور المحبه بين الزوج وزوجته اي طبعا ان شاء الله طبعا المهم معيسه معيسه ما صدقت اللي قلت العباره كلها ما دشت المخ ها لا انا بس بقول له شيء روح قلبي دعي لك وبعد لا روح ايش هناك عندها عادي 100,000 روح والقلب دعي لك 100,000 كم سنه بتعيشين عليهم يا اخو سفره واحده بيخلصون انتم دقيقه واحده اربع جنات انا ما بس تستمرهم اوكي ايش راح تشتري 100,000 دقيقه واحده تطير اخو حتى شاليه ما تجيب هونتي على الزواج انا موجوده انا مو موجوده انا صدق
إيه يعني ما راح أطلق موجودة. آه أوكي موجودة خلاص قاعدي على قلبه زيادة. أوكي مشكورة أم عيسى. عطني أم يوسف. أم يوسف مرحبا. مرحبتين. حياك الله في ديوانية الياقوت والأنصاري. نطمح لحماية المرأة من أي تصرف. واضح واضح. مو مصدقتها كلش. لا خليني أقول لك شوف أنا أستحق بأثر رجعي لأن أنا رغم اثنين أنا الزوجة الثانية. لحظة أبيك عندي أخذي لحظة أبيك عندي سالفة. هو لحظة دقيقة أخذي نفس أخذي يعني نفس يعني أنا أستحق الأمية جلس. آه لأن أوكي أنت لا أنت تستحقين يمكن دبلات. لحظة عندي سؤال. آه عندي سؤال. لما كنتي نمبر 2 أول ما صرتي نمبر 2 قبل لا تصيرين الثانية تدرين في أولى. أي أدرك. إنزين أنتوا عايشين نفس البيت؟ لا طبعاً. آه شرط. واحدة بديرة. والله شنو كل واحدة بديرة تعال تعال. واحدة شمال واحدة جنوب. آه زين نفس الديرة زين مختار. زين زين أنتي أي أيام يجي عندك سؤال؟ لا أعطيني خصوصية. أعطيني التقسيمة. لا خصوصية. لا اللي راضي عليه ما عندها. الله يحفظك يا يوسف مشكور. الله يحفظك. انا ما اسمح له انه ياخذ الثالثه. لا ثالثه خلاص اثنين خلاص ما اسمح الثالثة. انا الثانيه ما وراي ثالثه يوم بالمية ما ابي تقصين رقبته ادري. الله يحفظك يا يوسف. زين ام الاولى ام ما ادري شنو اسمها نفس روحك كذي مرحه ولا الحين لا تعض رقاب؟ ما ادري ماكو تواصل ماكو كلش ماكو تواصل نهائي والله صدق. اي والله. انزين عندي سؤال اذا طالعين مع بعض وتنقص شيء لها شلون يعني بيشتري شيء؟ عادي 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 لان اذا طالع وياها او مسافر وياها يتنقص لي عادي. هذه خصوصيته هو. يا سلام عليك اوبن مايندد ام يوسف اوبن مايندد. تمشي الحياه. اي والله تمشي الحياه بس ذيك اكيد فيها قرحه وسبه انت. مع السلامه. عطني بدريه. بدريه قوه. يا هلا والله. شلونك بدريه؟ هلا فيك. اسم بدريه بدريه ما حد يقدر عليك الاسم عنيف يعني ما قوي. بدريه ما حد يقدر على اسم بدريه. ادري انا صح صح. آه. لا اول شيء انا باكر عيد ميلادي. الله. اي يعني انا كل سنه يحتفلون فيني البيت كله والعالم كله. العالم كله محتفل فيك. الله يهداك يا بدريه. اي قولي. اي بس لا بصراحه ما ابيع بكنوز الدنيا كلها عافيه يعني بعيالي. اي لا والله ما يعني الفلوس تي وتروح تي ويا ما صرفنا ويا ما عطينا ويا ما اخذنا بس يعني لا هو غير. يا سلام عليك. يا سلام مشكوره والله بدريه. الله يسلمك. الله يعافيك. بين خانقته من قلبه. لا الحمد لله. لا لا محبه مو يعني اخلق بشيء ثاني ولا بضغط ولا لا الحمد لله محبه وعيالي. برافو والله. يعني مو مخلي علي قاصر نهائي ف 100,000 هذه ولا شيء. عسى الله يديم المحبه. اعطوني ال 100,000 وكملوا محبتكم طال عمرك. ان شاء الله تسلم. ان شاء الله ولا يهمك. خليتي بس. مشكوره بدريه. 2-2-2-16-3-8 سؤال اليوم. زوجك عطاك 100,000 دينار وقالك خليني اتزوج واحده ثانيه ترضين ولا لا؟ عطني اتصال. عايشه. الو شلونك؟ عايشة انت من الكويت ولا من وين؟ الو. صكي الراديو صكي الراديو. الو مرحبا. صكي الراديو تكفى عايشة صكي الراديو. سكيتي الراديو ولا بعدك؟ عطني اللي بعدها. عطني اللي بعدها. سهام وردت عايشة مرة ثانية لا تطلع هواء. عناد في عناد ما كيفي انا ما سهام قوة. اللي قاعد طق إشارة منو فيكم اللي قاعد طق إشارة على اللي ويتنج قولي ألو. سهام ولا أم سعود؟ أم سعود. أم سعود إشارة شايف في إشارة وين داشة أي دوار طال عمرك؟ مضيع البيت الموضوع يغد ورب المصحف ضيعت والله أني طلعت من الدوام ضيعت. ليش الموضوع يقث إيش حقه؟ يعني هو ما عطى 100,000 إلا معزم خلاص. إيه إيه معزم. ما عندي مشكلة يعطيني 100,000 ويتزوج وبعد ما يتزوج هذا عندي لعبتي اطلق منه واخذ رفيجه. يا سلام عليك انتقام ذابح انت ماكو. دلي البيت يا معوده دلي البيت صك الاشاره ودلي البيت بس. عطني ايمان. ايمان مرحبا. ايمان عطني ايمان. ايمان هلا. ايمان قوه. هلا والله. شلونك اخبارك ايمان؟ تمام الله يسلمك. وين تشتغلين؟ ها وين
بالاشغال؟ بالاشغال ما لك حق تطلعين ويانا اصلا احنا ما نواطنكم. الكويت كارهتكم كلكم عافية حصم والله نطشرتوا علينا. احنا كارهين نفسنا احنا كارهين نفسنا. تكرهتوا نفسكم زين يا ايمان اي والله يلا. شيدلعونك امونه ولا مونه؟ لا والله موني. موني موني عشتوا؟ امون ايه؟ امون الاس يروحي. ايمان زوجك قال لك هذه 100,000 دينار روحي حطي سوي فيهم رصيف الاشغال كيفك بس المهم اتزوج واحده ثانيه ترضين؟ اول شيء سكرادو اول شيء الزواج يبقى باكر اثنين اللي هو بالفالنتاين باكر عيد الله احلى هديه انه يقول لك بتزوج واحده ثانيه لا في حساسه طافني زين لو إن أدري من قبل كان من قبل ما أطلق منه مخلم زوجته ثلاثة بدل واحدة تطلقته كان ما أعطيته ثلاثة مخلم 300,000 300,000 سبحان الله أشغال شوفي دعوة الناس شفتش دعوة الناس شلون عليكم استغفر الله لا لا طلق قبل السالفة قبل المطرة قبل المطرة لا سنين سنين وإحنا حصم منكم سنين وإحنا حصم يا إيمان سبحان الله طاعي أنت إيمان وقبلك اتصال عايشة بس ما راح أطلعها هو عناد عطني مريم 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 ام خالد الو ام خالد شو اسمك منو انت ام خالد ام خالد حياك الله شلونك الله يحييك يا خالد يحبك يموت عليك وياك باكر قال لك هذه 100,000 انا احبك بس ابي اتزوج عليك واحده ثانيه ترضين تاخذين 100,000 ولا اول شيء انا ما عندي عيال من الحين ام خالد اسم مستعار وانا معاريض جدك بس مع ذلك راح اخذ ال 100,000 وازوجه وخليه يتهنى ويعيش حياته مثل ما يبي يا سلام عليك تفضل حق ال 100,000 تفضلها اسوي مخططاتي ال 100,000 اصلا زوجه بروحها مثل الزوج جابلينها كذي بس بالضبط اتفضل حق ال 100,000 بعدين اتفضله هو ومرته شو النهيه صارت متينه وش كبرها ودزيلهم انت بيتزات البيت كله بيتزا بيتزا خليها تاكل كنت. راح ادلعهم راح ادلعهم ال 100,000 عدل عدل مشكوره عطني عطني ساره ساره مرحبا هلا والله شلونك بخير الله يسلمك اخبارك طيبه ان شاء الله بخير الحمد لله شو اخبارك انت والله انا زين الحمد لله مديون قروض وانت بعد عليك قروض بعد خلاص اعطيك ال 50,000 خلصي الثانيه لي يعني راضيه بال 100,000 عدل اي اكيد العمر مره شبفي اتزوج ثلاثه بداله والله كم سنه صار لكم متزوجين لا والله تونا ها تونا معاري 3 سنين ثلاث سنين وزايعتها مره واحده ليش لحظه في شغلات لحظه ساره في شغلات عرفتيها بعد الزواج ما عرفتيها قبل الزواج مثل شخير مثل بخيل مثل والله هو شوف ما في شيء عيب بصراحه بس انا اقول لك الفلوس تحل كل شيء يا سلام عليك تعطيني 100,000 خلاص يبا هي ديره هي سفرات هي طلعات هو خلي تهنى ولا والطقاقه علي بعد يا والله تصدقين يعني طقاقه عليك عاد بتشوفه بزيلنا اسم الطقاقه عشان ناخذ خصم اعطني نوره نوره هلا شلونك؟ هلا والله شو اخبارك؟ زينة الحمد لله نورة زوجك قال لك 100,000 دينار خلينا نتزوج واحدة ثانية ترضين؟ شوية 100,000 ما تسوي شيء كم تبين؟ مليون لا عاد مليون عاد تصير واقعية شوية لا والله هذا الواقع لأن في خطط ببالي في أشياء وبعدين راح اتزوج واحد ثاني غيره لحظه ادري بتتزوجين واحد ثاني غيره بفلوسها ادري من ستانسة يعني من عندك بس لا لا لحظه لا كم سنه صار لكم متزوجين انتم قول 8 سنين ليش اقول انا ايش دراني انا مو لما انا مو الملاك ما ادري كم عطني محصه عطني محصه ام حصه قوه ام مشاري اقعد من معاي على الهواء الو قول الو كلكم ام حصه ام مشاري الو منو 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 انت شو اسمك معاكم عبد الله يتيم ام عبد الله شلونك بخير طول لي عمرك ام عبد الله شوف انا للامانه دق علي ريلي دق علي ريلي وقال لي السالفه كان اقول له وي شابركها من ساعه وطول الطريق انا اروح اخطب لك وادب لحظه ريليش قاعد يسمعنا ومستانس يبي السؤال يسمعنا اي يسمعنا ودق علي قال لي ايش رايك قلت له والله اخطب لك وطول الطريق انا يدب بس بعدين يوم فكرتها منه كان اقول انا والله شريته تحر يا اخوي لو في القبر والله صدق انا من نفسي شوف انا اقول لكم عبد الله والله وبالله
عقب زواج 23 وفي عيوب اللي قالوا عنها الشخير والبخي في زين بس والله بالله اني ابيع البيت وما وراي دوني واتسلف واحط علي روحي كمبيالات بس انه لا يتزوج علي. الله اكبر يا سلام عليك يا عبد الله. الله عليك. لان الريال من ريايل قبل انقرضوا وانقرضوا واللي مثله زين يعني زين ام عبد الله. ام عبد الله عندي سؤال. تفضل. اليباب كم مدته كانت بالسياره؟ وعيه كد كويتي موجود واللي اقول لك طول الطريق والمصري موجود. اعطينا يبابك اللي بساعة. الله يحفظك مشكورة. اعطني ام حصة. ام حصة هلا والله شلونك شخبارك؟ الحمد لله. ام حصة زوجك ابو حصة متزوج قبلك ولا لا؟ لا لا انا الاولى. انت الاولى. ما عندي حد. ابو حصة صوتي ولا تحتي احد. ما ابي اشيشك صراحة بس يعني قلت لازم استفسر. ابو حصة قال لك يا ام حصة يا طويلة العمر كم سنة صار لكم متزوجين؟ 9 سنين. بعد هالتسع سنوات نختمها بالسنة العاشرة اعطيك 100,000 دينار 10,000 عن كل سنة بس خلينا نتزوج. بقول له لا. لا بس مليون تب تعطيني ولا عمارة؟ ايش فيك طمعانين؟ شنو عمارة انتوا والله ايش فيكم طمعانين الكويتيات والله؟ لا ليش؟ اذا عطاني عمارة اجارها 5,000 روحوا لقلبي داعي لك ولازم الأجار 5,000. إيه أقل من 5,000 ما بيها. أنتي مصروفك 5,000 بالشهر يعني؟ لا مو مصروفي بس عندي مشروع عندي شغل بسوي كذي حلو 5,000 يعني كل شهر أطلع لي كم؟ أوكي شكورة. عطني مشاري. ألو مشاري. هلا. قوة. أهلين. شلون سالم مباركة أخيرا بعد كل هالسنين نلتقي على الهواء. شخبار طيب ان شاء الله. واخيرا لك مشاكل انت مسوي مشاكل. واخيرا الكويت سمعت صوت ام مشاري شلونك؟ الله يسلمك اخبارك شلونك طيب ان شاء الله. شلون العيال شلون مشاري وصل رجع البيت ان شاء الله؟ اي والله تغدى الحمد لله الحمد لله مو محتاجين شيء مصرف البيت كله اوكي. لا رايتك بيضة واصل. الله يحفظك. تبين فوق 2,000 مصرف ولا زين 2,000؟ الحين بتجيني الاتصالات. يا وينك من ام مشاري؟ وينك ام مشاري؟ قولي لي ابو مشاري ياك وقال لك باكر لازم فالنتاين ايك هاك يبا هذه 100,000 دينار وخلينا اتزوج واحدة ثانية خلي ابو مسعود هذا ثاني ولد عندي. شوف خليني اقول لك شغلة اخو ترى دق علي وقال لي سمعي برنامج الديوانية سمعي السؤال. انا يوم سمعت السؤال دقيت عليه قلت له انا راح اقول لك الجواب قبل لا ادق على طلال. لحظة ويت مو مشاري مشاري لحظة هو الحين ابو مشاري يا جماعة اللي قاعد اكلمها مو مشاري انا زين ابو مشاري عنده قاعد ينطر بالسيارة عندي سؤال هو لما دق عليك معناته ناوي النية يبي يتزوج عدل اي انا قلت له انت ما دقيت وما قلت لي الا النية انا عندي شرطين شنو الشرط الاول؟ الاول شنو؟ الشرط الاول 100,000 ما توكل خبز يا اخو كنت قاعد انت صارك انت تربح بالتويتر على القروض تبي 100,000 تسوي؟ ما تسوي لي شيء ما تسوي شيء والله ما انا قلت له انا عندي شرطين ايه خوش الشرط الاولي ابيهم 500,000 الشرط الثاني شهر لان ادري المره راح تردك ما بقي فلوس يعني اعرف انا مرتين بتفلسينا وتزوجينا عدل؟ بس يا ربي لا سامحني يا ربي سامحني وانا بدربي يا ربي لا انا ما اعرف احنا ابو مشاري اذا قاعد يسمعنا ابو مشاري اذا قاعد تسمعنا مستعدين انت حاطط حق النص مليون يا اخوي دق علينا تليفون مشكور الله يحفظك اعطني ام بدر ام بدر قوه الله يقويك شلونك يبا شو اخبارك الحمد لله بخير كم سنه متزوجه 6 سنين ما شاء الله الله يعطيكم عمر مديد بالحب والعائلة يا رب وإحنا نطمح في هذا البرنامج إن شاء الله تكونون شايب وعيوزة إن شاء الله إن شاء الله ليش لا إيه طبعا كلش سؤالنا كلش يطمح لعدم التفرقة 100,000 دينار خلينا نتزوج ولا لا لا طبعا زين والله متمسكة متمسكة في مبادرة عافية حيل برافو عليك والله إي والله الله يوفقكم إن شاء الله آمين يا رب سهام سهام يا سهام يا هلا شلونك يا سهام يا هلا حبيبي سهام سهام طال عمرك اسم مصري يعني هاي اسامي عتيجة ها ها والله بعد الوالدة سميتني الظاهر تحب مصر الوالدة ها
لا والله مو من أهل مصر. عيل من وين؟ وين تروح؟ وين وين تريض؟ وين تريض؟ ريجنت لندن؟ لا ها طايحين له في هذه لبنان. وين؟ سوريا لبنان. طايحين له في هذه وديها روحوا لهذه كالكوفاري ما يسمونها بالشيك، يقول لك يعطونكم أوبر أوزون بالفخوذ الجسم كله يتعدل. لا الله يرحمها توفت. الله يرحمها. لا أقصد أنت، الله يرحمها برحمته، الله يرحمنا إحنا وياهم، بس أنا أقصد حقك أنت بعد سهام روحي هناك. لا أنا ما أحب، أحب ديرتي وبس. تغيرين اسمك تسمينا شيلة عقب ما تروحين هناك. سهام يا ريلك بوشنو؟ أبو محمد. أبو محمد يعني أنت أم أحمد. المهم أم محمد. زين شفيك عصبتي صلى النبي. اللهم صل وسلم. أم محمد قال لك بتزوج عليك واحدة ثانية وأعطيك 100,000 دينار كاش. لا يبا ما لا الأمية ولا بني فلوس، الفلوس تروح وترد لكن الزوج ما يرد. عفية يا سلام عليك، عجبيني والله يا أم محمد، جزاك الله خير. ولا ودي ودي معك اليوغوسلافيا مال الشيك هذه المدينه اللي قلت لك عنها كركفاري، ما راح يخطفونه. لا ما... ما اذا انت وياه ما راح يخطفونه، دايره بالك على جزاك الله خير. اه خايفه عيل عيل سريع الخطف الظاهر ابو محمد. ها مقبول مقبول. لا الله يحفظك وياه ان شاء الله. مشكوره. عطني ام احمد. ام احمد الا قوه. الله يقويك. شلونك اخبارك؟ والله الحمد لله تمام. هذه الالو مالتك طول عمرك هي نفسها الا نفسها الو و... اي اه انزين ابو احمد عطاك 100,000 دينار قال لك خليني اتزوج واحده ثانيه ترضين؟ اول شيء هو مو ابو احمد، هو ابو جراح. لحظة أنا عم بحكي أم أحمد وجوزك اسمه أبو جراح. أبو جراح عدل؟ آه. وفي أم جمال. لحظة خلنا نشوف هالقرية هذه اللي داش عليها الخط. لحظة أم أحمد أوكي وأبو جراح وأبو جراح وأم جمال. وأم جمال في أم توفيق معهم ولا لسه؟ لا. حلو حلو، احنا بدنا ندي 100,000 دينار من شان نعطيهم توفيق. ها بتوافقوا؟ لا طبعا لا بموتوا. لحظه ام جراح وام احمد لحظه ما في بعدي. لحظه هو ابو جراح عدل معناته ام جراح مو بالحسبه بعد عدل؟ لا بالحسبه. اه في ام جراح وفي ام جمال وفي ام احمد. اه ثلاث. انا الثالثه ثابته. لك ثلاثه ايه. اه طيب انزين سؤال ام احمد العلم انه هو كويتي. اي لحظه ما قلنا شيء، بس ام احمد كويتيه ولا مو كويتيه؟ لا اردنيه. الرجال رايح الشام. لا من كل اقطار العالم بيعدي بعد. لحظه ام جراح من الاردن، ام احمد انت من من سوريا. ام احمد من الاردن. ام جراح فلبينيه. ها وام جمال كويتيه. لحظه تعال تعال انا ابي ام جراح. ام جراح من الفلبين. آه. هي اول واحده ام جراح. اه هي اول واحده. ليش مسوي عمليه جراحه هناك سماهم جراح؟ ما بعرف. ما بعرف. كيف موفق ما بينكم يعني؟ يعني لا هو عندي بس والباقي شنو است... 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 شنو انتداب ولا شنو؟ لا ام جمال مطلقه. الفلبينيه تطلقت؟ لا الفلبينيه موجوده بس هو عندي زعلانه ليش اخذني. لشو؟ اه لا اي طبعا اي اي تعمل لي العصمليه ما بيعرفونها كله نودلز. اي صح. اه وام جمال؟ ام جمال لا الله يسهل امرها. كويتيه. اي اي لحظه خلنا ندافع عن بنات بلدنا شويه. صح ده استريحي لحظه خلنا ندافع. ايش فيهم جمال؟ ايش فيك عليها؟ انا ما علي منها، انا ما بعرفها. ما بعرف ولا واحده فيهم. انا الي لحالي، انا مع حالي. زين اعطيني رقمها خلينا ندق عليها تليفون نوفق بينكم على الهواء. مشكوره الله يحفظكم ان شاء الله. اعطني بشاير. بشاير الو شلونك؟ الحمد لله بخير. شو اخبارك طيبه؟ الحمد لله. بشاير زوجك متزوجه؟ اي نعم. كم سنه؟ أربعة. وللحين بشاير؟ ايه اوكي. ما ما اي لا حق قاعد اقول ام شنو يعني؟ ايه ام عبد الله. ام عبادي الله يحفظه ويخليه ان شاء الله. ماشي. طبعا طموحا منا لزرع بذور المحبه بينكم بين بعض باكر بنخليه يعطيك 100,000 دينار ابو عبد الله ويقول لك خلينا نتزوج واحده ثانيه ترضين؟ لا طبعا. أه؟ لا ايش حق الرفض يعني؟ لا
لا بس الدنيا ما تعوضني بعد 5 سنين ترضين ولا لا لا ولا 5 سنين. برافو عليك والله. مشكورة عبد الله يعوضك. عطني أم أحمد. أم أحمد ألو. تكفى لا تقولي لي انت ام احمد اللي تصير مع وجراح وهذه ام جمال. لا 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 واحده ثانيه. سمعتيها طيب. سمعتيها عكرك. المهم والله زين يعني لا زين زين على هو احنا كويتيات اخاف منكم والله انت زين انزين. اول شيء قولي اول شيء اعطيه نقطه الشجاعه على مود امه تفتخر بي الله يسلمك. صح صح ان هو يا وقال لي ابي اتزوج. برافو برافو نقطه الشجاعه. أوكي. قبل الوفاه. أوكي. اي 100,000 هذا انا كاسره فيها. راضيه اشرح كاسره فيها يزودها شويه. في مكاسر بينك وبينه. اي بيزود لي اياها شويه. اوكي يروح وعنده خوش دي جي بعد. بعد عليك الدي جي زين. اوه عندنا كاجات موجود والله موجود. لا محفوظه ان شاء الله. مشكوره ما تقصرين. خليكم معنا راح نكمل معاكم ديوانيه الياقوت والانصاري ونحاول نحصل رقم ام جمال ان شاء الله ترضى الفلبينيه على راي الهوت تردون على. هذا البرنامج برعايه بنك الكويت الوطني.